يعطيك العافية جميعا. بعتذر منكم بالبداية، رح أعتذر منكم على فترة الانقطاع بصراحة، لأنه صار معي مجموعة ظروف. نحن حاولنا قدر الإمكان نغطي معظم البداية النظرية بالوركشوب تبعنا. حنبلش باللعبات، وخلال اللعبات نحن حنمرق النظرية مثل ما مرقنا، عبارة عن فيديوهات انتو بتتابعوها. هلا بتوقع انه صرتوا كلكم قدران انكم تتعاملوا مع برنامج الباكيت تريسر. نحن حنبلش فورا بلاب. بالبداية بس خليني احكي عن الفرق بين الراوتر وبين السويتش. طبعا نحن حكينا عن الفروقات بيناتهم بشكل عام، ورح نرجع نعيد مرة تانية. بالنسبة للراوتر، الراوتر أول شيء اللي بيميزه عن السويتش إنه عدد منافذه قليل. يعني هون نحن إذا طلعنا عليه، هون إذا كبسنا عليه دبل كليك بيطلع لي شكل الراوتر. فنحن إذا ملاحظين في عندي هون بوابتين، في عندي هون تنتين، ف هنلاحظ انه عدد بورتاته كتير قليل مقارنة مع السويتش اللي هلأ رح بنشوفه. السويتش بيجي منه 8 بورت، بيجي منه 24 بورت، بيجي منه 48 بورت. طيب شو الاختلاف بيناتهم، او شو سبب هذا الاختلاف انه هاد ما فيه بورتات كتير، هادلاك فيه بورتات كتير؟ بيرجع لطبيعة عمل كل واحد منهم. الراوتر مثل ما قلنا هو بيوصل بين شبكتين مختلفتين. انا اذا كان عندي مكتب بدمشق ومكتب بالسويدة مثلا، فانا لحتى اربط بيناتهم بربط بيناتهم براوتر، او خليني اقول الاصح اني انا بحط راوتر من جهتي من دمشق وراوتر من جهة السويدة، وبوصل بين هدلون الراوترين، فهي عمليا هي الوصل. اما بالشبكة الداخلية، انا بالفرع تبعي ضمن دمشق، ضمن البناء الواحد، ضمن الحرم الواحد، سواء في كان عدة أبنية، فأنا بكفي إني أنا أشتغل سويتشات. بينما السويتش بيربط شبكة واحدة، يعني لان واحدة، أجهزة تجهيزات بلان واحدة، لان كاملة ضمن لان واحدة. ممكن انا اسمه مثلا، انا البناء تبعي فيه ادمن، يعني فيه طابق هي للاداره، عندي طابق للمحاسبه، عندي طابق للتصميم، طابق عندي لل فريق العمل، الباقي فريق العمل. فانا بدي افصل الاداره عن المحاسبه، بدي افصل الاداره عن مثلا قسم المستودعات. طيب انا شو بدي افصل بيناتهم؟ هن موصولين على سويتش واحد، وهي السويتش هي بتجمع شبكه واحده. جوا في عندي شيء اسمه التقسيم الفيزيائي، الفيرشواليزيشن او الافتراضي. فانا في عندي بقسم من جوا، بقدر انا اقول انه انا عندي البورتات من الواحد لاثنين. خلينا بس نشوف السويتش، هذا السويتش شكله، فهي البورتات، اذا شايفين بورتات كثير، فانا بقدر بقسم هي المجموعه حطها ضمن فيلان، هي المجموعة حطها ضمن فيلان، هي المجموعة حطها ضمن فيلان، وهكذا. طبعا رح احط لكم شرح كامل للفيديو، شرح كامل عن الفيلانات. فأنا بعمل فيلان للمحاسبة هذول، فيلان للأدمن، فيلان لباقي الأقسام، فلكل قسم بقدر بعمله فيلان بحيث